هأمهلكم مهلة 5 أيام. 5 أيام فرجونا. سعد لأوقاتكم شباب وصبايا، وأهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. اليوم تقريبا حنقول آخر مرة بحكي فيها بالشادو، يعني مش آخر مرة بحكي فيها بالشادو، بس إنه قلت أنا حأعمل 3 حلقات عن الشادو. حكينا عن الحبر، كيف منركب الحبر، وحكينا عن المكنة، وحكينا عن كتير قصص، وعملت لكم فيديو عن الشادو. أنا عم بشتغل تاتو شادو، وعملت فيديوهات وشرحت فيها شوي عن الشادو. هلا حتكون اخر شيء بنحكي فيه عن الشادو. اولا بدي اعطي بس بعد اذنكم تحيه ل ناصر. صبايا قبل ما نبلش باي شيء، حيطلع الانستغرام اكاونت هون، اللي بحب يتابعنا على الانستغرام اهلا وسهلا فيه، بحط عليه ستورياتي ويومياتي وصوري وتاتويات وشغله وكل شيء. فاللي بحب يتابعني واللي بحب يتواصل معي كمان انستغرام اكيد اهلا وسهلا فيه، بتاخر شوي اوقات بالرد. وبس تحيه لبيبرس، بس خليني اتاكد بيبرس شو. اوكي بيبرس ابو هديب، احلى تحيه لك خينا من الاردن. بس حبيت ان اعطيه تحيه من عندي، من محل من عند الروسي من لبنان. احلى تحيه لبيبرس. اليوم حنحكي بالشادو. طيب الشادو هو فينا نقول مرحلة منا صعبة ومنا هينة، باينر أصعب، بس العالم بتفكر إنه مرحلة الشادو هي أصعب من مرحلة اللاينر، بس لا، هي مرحلة الشادو أصعب من اللاينر، سوري أسهل من اللاينر. أوكي بس هي مرحلة الشادو أسهل من اللاينر. ليش أسهل؟ طيب لانه اللاين، بحال انت عملت لاين ولاينك ما ظابط، تاتو كلها منزوعه ما حلوه. طيب بدك تسالني وين الصعوبه بالشادو؟ بقول لك الصعوبه بالشادو لما تعمل تاتو وما فيها لاينر، هون الصعوبه. يعني ما عندك، يعني عندك انت بحال مثلا طبعت الرسمه، ما عندك تيجي تعمل لاينات وترجع تعبي وترجع تعمل شيدنج، ما عندك كل هالامور. عندك دغري بدك تطبع الرسمة بلش شيد، يعني كأنك عامل انا فيديو ما بعرف اذا مصوره على اليوتيوب، لا يمكن ما بعرف اذا مصوره بصراحة، شيد بس ما في لاينر. يعني هيدي المرحلة اللي بتكون صعبة بالشادو. طيب حاعطيكم نصيحة صغيرة كيف تقووا حالكم باللاين، ونصيحة يمكن تفيدكم بالشادو. بتجيبوا الماكنة التاتو اللي عندكم، بتجيبوا قلم رصاص، بتحطوا قلم رصاص مطرح لما بتنحط الجريب، اوكي، وبتشده. هيدي الخطوة بتساعدكم، بس حاولوا نقوا هات لنكسره. كسرنا القلم، صار تقريبا مثل ما كنت بتدور. طيب كل ما الجريب عندك صغيرة، كل ما التاتو عندك أصعب، شغلة أصعب. هلا تتضمن هالشغلة حسب كل إنسان كيف بيشتغل. أنت إذا تعلمت بهيدي الطريقة إنك تحسن اللاين تبعك، تشتغلها رسم، ترسم مثلا رسمة بهيدي الطريقة. يمكن الناس تشوفها موضوع تافه، بس إذا كل يوم أنت رسمت بهيدي الطريقة، انك تحط ماكنة التاتو، بفضل انها تكون كويل كرمال تكون اتقل. اذا رسمت انت كل يوم بهيدي الطريقة حتلاقي موضوع اسهل عندك. حاعطيكم طريقة بعد اسهل. طيب اوكي، طيب سهلت عليكم الموضوع. جيبوا جريب وجيبوا ماكنة التاتو، حطوا الجريب، لحظة،
حطوا الجريب هون وحسنوا ايدكم على الورقة بالقلم. طيب حسهل عليكم بعض الموضوع. هدول قصص والله كثير مفيدة، واغلبية المعاهد اللي انا ما بعترف انهم بعلموا تاتو مظبوط بعلموا بهيك طرق، واغلبية التاتو ارتست اللي بعلموا بعلموا بهيك طرق، بس انا بنصح انكم تعملوا هيدا اذا انتم مبتدئين، واذا لاينك انت ما منيح اشتغل على الورقة كل يوم. مثلا اكتب اسمك، ذاكر انت لما بالمدرسة كان موضوعنا عن الشادو صار موضوعنا باللاينر، ذاكر انت لما بالمدرسة مثلا عندك شو اسمه عقاب، لما تعاقبك لمعلمة تقلك مثلا اكتب اسف 100 مرة على الورقة، انت جيب هالكلمة اكتب تاتو على الورقة اكتبها 100 مرة باليوم. من هون لخمسة ايام اذا لاينك ما تحسن عمل اللي بدك اياه، عمل لي ديسلايك. اذا لاينك ما تحسن بفترة خمسة ايام، تحسن مش صار بروفيشنال، تحسن بخمسة ايام عمل اللي بدك اياه، جيبوا الخطوة عملوها لللاين. خلينا ننتقل على الشادو بسرعة. يوتيب صغير قبل ما نكفي على الشادو، بتجيبه من هيدي، بتجيبوها من محلات اللي بتبيع القصص مثل الصيدلية او هيك، بتجيبوا الغطا هاي بس تسكر خلص ما بقى تفتح. اوكي في هون مثل هاي، في منها اشكال فتحة كبيرة وفتحة صغيرة، بتحطها بالصغيرة وبتخليها مفتوحة. اوكي لا تنملى، بس تنملى بتسكر بتكبها بالزبالة. اوكي هلا هون عنا ببلاد العربية بتكبها بالزبالة، بس ببلاد الأجنبية بيجوا شرك مخصصة إن كان لمحلات التاتو أو إن كان بالمستشفيات أو إن كان بحيالة شيء، بيجوا بياخدون، بيجوا هيدول بس يمالوا بيجوا بياخدون الشرك كرمال هن بيتلفون. عرفتوا كيف؟ هدول ما بعرف، أنا شرحت عنه كل شيء تقريبا، بس القصص اللي بدك تستخدمها أكتر شيء تكون ما كنتك مرتبة بالشيدر، تكون ما كنتك منيحة، مش ما كان بتعذب أو بتجروح الجلد أو بتخزق الجلد، تكون ما كنت تاتو منيحة. يعني ما بدي أقول لك أصلية، بس خليها إنه صينية باب أول ماشي، بس يكونوا منيحة يكونوا إبرك منيح. بحال إبرتك ما كانت منيحة أو ما كانت منيحة بتقطش أو بتهيدا، حتصير تعمل جروح بالجلد أو حتصير تخزق أو حتصير تعمل لك شيد متعوج وحتصير تعمل لك شيد بشع. طيب بس بدنا نشتغل شيء، بدك تشد إيدك قد ما، مش تشد إيدك يعني، بدك تشتغل هيك برواق وبنفس الوقت ما طارح مطرح ما بدك تسوي. عملت عنا فيديو هحطهم كلهم بالديسكريبشن، بس بدك تجي تشتغل، بس تبلش طبقة الأسود وأخف 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 مطارح من تحت، بدك تشد وتطلع طلوع يعني هيك، بس بدك تجي تشد بتبلش هيك وبتسحب سحب، بتشد 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 وبتسحب سحب، بتشد 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 وبتسحب. طيب بأي أبر فيك تعمل شيدر؟ فيك تعمل شيدر بالأم وفيك تعمل شيدر بكل الأبر، فيك تعمل شيدر الار ال يعني هو اللاينر، في له شيدر بس مخصص حعامل شرح عنه انا وعامل فيديو مصور كيف عم اشتغل فيه. فينا نقول هذا بينعز اكتر شيء للجيومتريك، وفي هو الشادو له مخصص طريقة حلوة يعني مثل بيجو مثل دويرات. طيب تحية لبيبرس. طيب تحية لبيبرس. بالنسبة لهيدا صدقوني هأمهلكم مهلة خمسة أيام فرجوني لايناتكم كيف كانت، وبعد خمسة أيام فرجوني كيف لايناتكم حتتحسن. لو اشتغلتوا على ورقة، اشتغلوا على ورقة، بلش ضلك خمسة أيام اكتب كلمة تاتو أو اكتب اسمك أو اكتب اللي بدك إياه، ضلك على خمسة أيام اكتبها يعني، بلش خمسة أيام 100 مرة باليوم، 100 كلمة تاتو باليوم أو 100 كلمة اسمك باليوم، عمدة خمسة أيام يعني 500 مرة،
اكتبهم وشوف لي اخر 100 كيف حتكون وشوف لي اول 100 كيف حتكون. عملوا هالطرق وفرجوني اياها وبس. اوكي حبيب قلبي، ولهون بنكون وصلنا لاخر الفيديو. ان شاء الله يكون عجبكم واستفدتوا منه. عنده اسئله اي شيء يسالني بالتعليقات، والبحب لا خلي عم بنسى كثير انا. طيب بس، وبشوفكم ان شاء الله.